جمع بين كتابة السيناريو والرواية والإنتاج، ووضع بصمته في عالم السينما الإفريقية، لا سيما وأنه مؤسس مهرجان خريبكا للسينما الإفريقية، الذي بات موعداً لا محيد عنه بالنسبة لمهني السينما من إفريقيا وخارجها. نور الدين السايل. ولد السايل بمدينة طنجة، وفي دروبها الشعبية اعتاد زيارة القاعات السينمائية لمشاهدة أفلام الحركة والمغامرات الأمريكية والأوروبية وغيرها. في بداية مشواره اشتغل مدرساً لمادة الفلسفة بثانوية مولاي يوسف بالرباط، قبل أن يتم في سنة 1975 تعيينه مفتشاً عاماً لمادة الفلسفة. وفي عام 1973 أسس السايل الفيدرالية الوطنية لنوادي السينما بالمغرب، والتي لعبت دوراً رائداً في نشر الثقافة السينمائية في المملكة. وبعد بداية مساره في القناة التلفزية المغربية الأولى وفي القناة التلفزية الفرنسية كانال بلوس أوريزون، تولى إدارة القناة الثانية ثم المركز السينمائي المغربي، والتي طبعهما بصرامته المهنية ومتطلباته الفكرية. احترف نور الدين إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزية حول السينما، من بينها شاشة سوداء، المجلة السينمائية، سينما منتصف الليل. كما بزغ نجمه في كتابة سيناريوهات عدد من الأفلام المغربية، في مقدمتها ابن السبيل وبادس للا حبي ووجها لوجه. في 15 من دجنبر سنة 2020 بالرباط، توفي نور الدين السايل عن سن تناهز 73 عاماً.